مساء النور أولادي. في إطار الأنشطة الدائمة التي تقوم بها الوزارة خلال هذه الفترة، سوف نعمل من خلال هذه الحصة على التعرف على من خلال مكون الجغرافيا على درس جديد. موضوع درسنا اليوم، قبل ما نطرح عنوانه، لا بد لنا من الرجوع إلى بعض الصورات كما تلاحظونها أمامكم. طبعا لاحظوا أولادي، إجمالا يمكننا أن نقول عن هذه الصور أنها تشكل طبعا بعض المآثر التاريخية أو بعض المناظر التي يزخر بها بلدنا العزيز. طبعا هذه المناظر أو هذه الإمكانيات يعني اللوجستيكية طبعا ما هي إلا يعني ثمرة لتطور قطاع يعني يحظى بأهمية بالغة في الاقتصاد المغربي، والمقصود به أظن أنكم عرفتموه يعني تلاميذي تلامذاتي، وهو قطاع طبعا السياحة. طبعا السياحة التي يعني لها دور كبير في در الأموال أو العملة الصعبة على اقتصادنا الوطني. إذا سوف نعمل من خلال هذا الدرس على معرفة كل ما له علاقة أو كل خبايا هذا القطاع وهياكله تنظيمه أسسه إلى غير ذلك. إذا قبل تعرفنا على محاور هذا الدرس، لا بد من التعرف على أهم الأهداف التعلمية الخاصة بهذا الدرس الذي موضوعه السياحة بالمغرب ومستلزمات التطور. إذا الأهداف التعلمية الخاصة بهذا الدرس نوجزها في: أولا، تعرف الإمكانيات والمؤهلات السياحية بالمغرب، وصف البنيات السياحية التحتية السياحية وتفسير تبايناتها أو تباينها المجاري، تحديد الاتجاه العام لوثيرة تطور عدد السياح بالمغرب واستخراج بنيتهم حسب المجموعات القارية والجهوية وتفسير ذلك، ثم أخيرا قراءة وتحليل مجموعة من الوثائق المتنوعة المتعلقة بالسياحة في المغرب. إذن هذه هي أبرز الأهداف التي سوف نعمل على تحقيقها من خلال هذا الدرس. إذن بعد تعرفنا على أهم هذه الأهداف، يلزمنا الرجوع إلى أو نمهد لتعلماتنا ونتساءل من خلال قراءة فقرة تقديم أو تمهيد. إذن نقول: يلعب القطاع السياحي دورا حيويا في إنعاش الاقتصاد والتشغيل، لذلك أعطته الدولة أهمية بالغة في مخططاتها الاقتصادية. إذن أول إشكال سوف نطرحه سوف يكون هو: فما هي الإمكانيات والمؤهلات السياحية التي يتوفر عليها المغرب؟ ثانيا، وما خصائص البنية التحتية السياحية بالمغرب وتوزيعها المجاري؟ ثم أخيرا، كيف يتطور عدد السياح الوافدين على المغرب؟ إذن هذه الأسئلة الثلاث أو الأسئلة الأربع سوف نعمل على الإجابة عليها من خلال محاور هذا الدرس. إذن نبدأ بالمحور الأول. المحور الأول أو موضوعنا الأول أو محورنا الأول للدرس سوف يكون هو التعرف على الإمكانيات أو الإمكانات والمؤهلات السياحية المتوفرة بالمغرب. إذا لكي نرجع إلى أو لكي نتعرف على هذه الإمكانيات والمؤهلات السياحية المتوفرة بالمغرب، يلزمنا الرجوع إلى الوثيقة الأولى التي هي عبارة عن مجموعة من الصويرات. طبعا هذه الصورات تشمل على الصورة الأولى هي عبارة عن صورة لواحات متميزة، شواطئ متنوعة ممتدة، ثم ثلوج وغابات
جبلية، مناظر خلابة، رمال ذهبية. طبعا هذه الصور تدل على شيء واحد وهو التنوع الطبيعي الكبير الذي يعرفه المغرب من حيث خصائصه. ثم كذلك لكي نتعرف على أهم الإمكانيات والمؤهلات السياحية المتوفرة بالمغرب يلزمنا الرجوع إلى الوثيقة الثانية والتي هي عبارة كذلك عن مجموعة من الصورات، طبعا أهمها صور لوليلي صومعة حسان، مدرسة ابن يوسف بمراكش، منتزه المنارة بمراكش، قصر تافيلات، وباب منصور بمكناس. طبعا هذه الصور يمكن إدراجها في إطار يعني خانة التراث الحضاري المتجدد. إذا بالإضافة يعني عندما نجمع هذين العنصرين أي الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية صفحة 128 وصفحة 129 نخرج بخلاصة واحدة وهو أن المغرب يتوفر على مجموعة من المؤهلات التي تجعله قبلة سياحية متميزة يعني في العالم. إذا كخلاصة أو ملخص ما جاء أو ما فات ذكره في ما يلي، إذا قلنا أول نشاط يعني رئيسي سوف يكون هو أتعرف الإمكانات والمؤهلات السياحية المتوفرة بالمغرب. إذا كما لاحظنا ورأينا يتوفر المغرب على مؤهلات وإمكانات سياحية تجعل منه بلدا سياحيا بامتياز. طبعا هذه المؤهلات طبعا قلنا على تنوعها وتعددها تجعل من المغرب بلدا سياحيا يعرف يعني استقطاب يعني كل الجنسيات من مختلف دول العالم. طبعا اهم هذه المؤهلات طبعا يمكن التمييز بين نوعين من انواع المؤهلات. اولى هذه المؤهلات هي مؤهلات طبيعيه، عندما نقول الطبيعية يعني لها علاقة بالطبيعة، أهمها الواحات المتميزة والمجهزة والمعدة يعني إعدادا يعني رائعا لاستقبال السياح والأجانب. ثم الشواطئ المتنوعة والممتدة على يعني على طول حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك المحيط الأطلسي، وما تمتاز به من رمال ذهبية ومناظر خلابة. هذا بالإضافة إلى يعني التنوع، هذا بالإضافة إلى أن التنوع الغطاء النباتي يعني يتيح للمغرب يعني إمكانيات يعني هائلة خاصة فيما يخص المستوى الطبيعي، حيث نشهد على أن المغرب ولله الحمد يعرف يعني تعاقب فصول يعني متعددة، أهمها فصل الشتاء وما يعطيه من خيرات من ثلوج طبعا تزين الجبال والغابات، مما يجعل من هذه المناطق مرتعا لرحلات منظمة طبعا دولية وداخلية. بالإضافة إلى هذه المؤهلات الطبيعية التي يسخر بها بلدنا المغرب، هناك مؤهلات كذلك حضارية طبعا تتجلى كما رأينا وشاهدنا من خلال عرضنا، طبعا تتجلى في المآثر والمنشآت العمرانية التاريخية المتنوعة التي يسخر بها بلدنا المغرب. طبعا أهمها المدن العتيقة، القصبات، الأبواب والصوامع والقصور والمدارس والأسوار. طبعا كان بودنا أن نفتح هذا القوس وأن يعني نعطي حق كل هذه يعني كل هذه المؤهلات يعني العمرانية، لكن نظرا لقصر الوقت لا يمكننا ذلك. طبعا قلنا المؤهلات الحضارية تشمل على أهم المآثر والمنشآت العمرانية التاريخية طبعا الموجودة بالمغرب، أهمها المدن العتيقة مثل فاس، مكناس، شفشاون إلى غير ذلك، قصبات حيث نجدها يعني في كل المدن القديمة كما هو موجود طبعا في قصبة هنا بشفشاون أو في جميع المدن التاريخية. الأبواب طبعا أهمها
يعني باب المنصور، باب العلج، باب أجناو، ثم الصوامع مثلا أهمها صومعة الكتبية، صومعة المنارة، أو صومعة عفوا صومعة الكتبية، صومعة حسان، ثم هناك قصور طبعا أهمها قصر البديع بمراكش، مدارس مثلا، ثم هناك أسوار طبعا هذه الأسوار عادة ما تكون تحيط بالقصبات في المدن القديمة. طبعا هذه المدن العتيقة والقصبات الأبى كلها تنتمي إلى مختلف العصور التاريخية، طبعا حيث نجد هناك يعني آثار تعود إلى العصور الرومانية، وهناك آثار تعود إلى العصور المرابطية، وهناك آثار تعود إلى العصور الموحدية ثم السعدية والعلوية. طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك نجد كذلك أن المغرب يتوفر على يعني مجموعة من التقاليد والعادات التي تجعل منه يعني قبلة يعني للزائر الباحث عن يعني بعض الأسرار التي يعني لا يجدها في باقي المناطق الأخرى من العالم، ناهيك عن الفنون أو تنوع الفنون الشعبية المغربية طبعاً من أحواز وطقطوقة جبلية إلى غير ذلك. إذن هذا كل ما يهم، كل ما يهم طبعاً الإمكانات والمؤهلات السياحية المتوفرة بالمغرب. إذن نعرج مباشرة إلى محور أو نشاط ثاني. طبعاً هذا النشاط سوف نتعرف من خلاله على أهم البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب. طبعاً البنيات التحتية التي تجعل منه قبلة سياحية دولية. طبعاً إذن موضوعنا الثاني أو نشاطنا الثاني سوف يكون موضوعه هو أصف البنية التحتية السياحية للمغرب وأفسر تباينها المجاني. إذن لكي نتعرف على هذه البنية التحتية السياحية بالمغرب وتفسير تباينها المجري، يلزمنا الرجوع إلى الوثيقة الأولى صفحة 130، والتي هي عبارة عن طبعا عن خارطة. هذه الخارطة هي عبارة عن أو موضوعها التهيئة السياحية بخليط طنجة. حسن جدا. إذن من خلال قراءتنا لهذه الخريطة، ومن خلال كذلك تعرفنا على الوثيقة الثانية التي هي عبارة عن مركب سياحي بالشاطئ مارينا سمير بالشمال، ووثيقة باء التي هي عبارة عن مركب سياحي بأكادير. طبعا هذه الوثائق يعني تبين لنا بالواضح والملموس على أن المغرب يعني قطع أشواطا جد مهمة في تحقيق أو في توفير بنية سياحية أو بنية تحتية سياحية مهمة طبعا حتى تستطيع طبعا يعني إيواء أكبر قدر ممكن من الوافدين على وطننا العزيز. إذن من خلال الوثيقة الأولى والثانية يمكننا أن نقول على أن المغرب يتوفر على بنية تحتية سياحية مهمة. طبعا هذه البنية التحتية السياحية المهمة تشتمل على مجموعة من العناصر، أهمها الفنادق المصنفة. عندما نقول الفنادق المصنفة يعني الفنادق التي تتوفر فيها جميع الإمكانيات يعني الراحة والاستجمام لقضاء يعني أجود الأوقات في المغرب. ثم هناك مركبات سياحية يعني شاملة كذلك توفر يعني إمكانيات جد مهمة للسائح. ثم طبعا هناك يعني كذلك هناك يعني منتجعات ومخيمات ومطاعم يعني تتوزع على مختلف مناطق المغرب. طبعا والهدف من وراء خلقها طبعا هو يعني تسهيل عملية يعني
تسهيل او يعني تسهيل عمليه العيش الكريم لكل يعني كل الوافدين على المرض. كما تعمل الدوله على التهيئه السياحيه بعده مدن كطنجه والرباط واكادير. طبعا الدوله هنا يعني معنيه يعني بشد معنيه بشده طبعا في تهيئه يعني مجالات وفضاءات يعني تستقطب كميات هامه من الوافدين الجدد على المغرب طبعا. واهم المدن التي تركز عليها الدوله يعني في اطار يعني انعاش القطاع السياحي هي مدن كطنجه والرباط اكادير شيشاول مراكش الى غير ذلك. طبعا اذا رجعنا كذلك الى الوثيقه الثالثه سنلاحظ على ان معظم يعني المنشآت او معظم المراكز السياحيه بالمغرب طبعا الوثيقه 3 صفحه 131 يعني معظم المناطق السياحيه او المراكز السياحيه للمغرب تتمركز في النصف الشمالي الغربي من البلاد خاصه بمدن اكادير مراكش الدار البيضاء طنجه وفاس طبعا. وهذا كله راجع الى تركز اهم المؤهلات الطبيعيه والحضاريه بهذه المناطق. طبعا هذه المناطق السالبه الذكرى اوعدها هي اكادير مراكش الدار البيضاء طنجه وفاس. طبعا معظم قلنا المؤهلات الطبيعيه والحضاريه متوفره بهذه المناطق. يمكن ان نضيف عليها مدينه اخرى وهي مدينه شفشاون التي كذلك عرفت طفره يعني سياحيه في الاونه الاخيره طبعا. وهذا راجع بالاساس الى ما تتميز به من مؤهلات طبيعيه يعني مؤهلات طبيعيه يعني ولله الحمد. اذا نبقى في نفس الوثيقة يعني الوثيقة 3 صفحة 131 ولكن في هذه المرة سوف نتعرف على الطاقة الإيوائية بالمراكز السياحية ونسبة الملء فيها. يعني هذه الإحصائيات تعود إلى سنة 2011. إذا أهم ما يمكننا أن نقول عن هذه الطاقة الإيوائية هي أن رغم توفر المغرب على البنيات التحتية السياحية يعني المهمة وكما اسلفنا وقلنا ويعني ذات الجوده العاليه والغير يعني المعنيه بشريحه اجتماعيه دون اخرى يعني مخصصه لكل الشرائح الاجتماعيه وعلى حسب قدراتهم الاقتصاديه عفوا. يعني رغم اهميه هذه البنيات التحتيه السياحيه بالمغرب الا ان نسبه الملء تبقى ضعيفه طبعا مقارنه مع طبعا المراء الايوائيه للمراكز السياحيه او طبعا مقارنه ب يعني بباقي الدول خاصه يعني الجاره اسبانيا التي تعرف يعني استقطاب كميات هائله من السياح يعني كل سنه. هذا كل ما يهم المؤهلات او البنيات التحتيه السياحيه بالمغرب. اذا ننتقل مباشره إلى نشاط أو محور ثالث. طبعا هذا المحور سوف نعمل من خلاله على وصف وتفسير تطور عدد وجنسيات السياح الأجانب الوافدين على المغرب. طبعا لكي نتعرف على هذا الموطا يلزمنا الرجوع إلى الوثيقة الأولى والتي هي عبارة عن وثيقة وهي عبارة عن جدول موضوعه تطور عدد السياح الأجانب في المغرب حسب الجنسيات فيما بين سنوات 1998 و 2012. إذا من خلال استقرائنا لهذه الوثائق يعني نخرج بخلاصة واحدة وهي أن عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب عرف تطورا ملحوظا ما بين سنوات 1998 و 2012 ويأتي على رأسهم الأوروبيون الذين وصل عددهم سنة 2012 إلى حوالي 3 ملايين سائح و713 و351 ألف يعني سائح. بالإضافة إلى ذلك يأتي في المرتبة الثانية العرب الذي وصل عددهم يعني سنة 2012 إلى 372,267
يعني سائح، ثم جنسيات أخرى يعني بلغ عددها حوالي 3012 إلى 925931. إذن قلنا هؤلاء السكان يعني بالرغم من توافد أعداد كبيرة منهم، إلا أن العدد الأكبر منهم يعني يشكله الأوروبيون، في حين نلاحظ تراجع عدد السياح المغاربين الوافدين على المغرب ما بين سنوات 1991 و 1911، وهذا التراجع لا زال مستمرا، ويرجع ذلك ويرجع السبب في ذلك بالأساس نظرا للمشاكل السياسية التي تعرفها منطقة المغرب العربي والنزاعات المعروفة في هذه المنطقة التي تجعل من السياح المغاربيين يعني يصلون إلى المغرب بقلة. ثم هناك عنصر ثالث، وهو أن رغم المنافسة عرف القطاع السياحي في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث شكل أهم مصدر للعملة الصعبة بعد تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. طبعا نرى من خلال هذا العنصر على أن القطاع السياحي يعني يشكل إحدى يعني أهم القنوات يعني مد المغرب بالعملة الصعبة، يعني ويأتي في يعني في المرتبة الثانية طبعا، أو تأتي السياحة في المرتبة الثانية بعد التحويلات التي يقوم بها يعني المغاربة المقيمين بالخارج. طبعا التحويلات يعني من العملة الصعبة إلى المغرب. إذن هذا كل ما يهم القطاع السياحي بالمغرب. طبعا لكي يعني ننهض وننعش هذا القطاع يلزمنا او لا يبد لنا من اتخاذ يعني او يلزم على الدولة القيام بمجموعة من الإجراءات وتتخذ مجموعة من التدابير، ومنها طبعا اولا إعادة تصنيف الفنادق والتأكد من مراعاتها للمعايير الدولية. طبعا هذا إجراء طبعا يعني مهم ومهم جدا فيما يخص تطوير القطاع السياحي، حيث يجب على الدولة تصنيف كل الفنادق الموجودة للمغرب والعمل على يعني التأكد من مراعاتها للمعايير الدولية. ثانيا تحديث الأسطول الجوي الوطني وتخفيض كلفة النقل الجوي. طبعا نعرف أن طبعا النقل الجوي هو إحدى أهم القنوات التي تعمل على مد يعني المغرب بالسياح. طبعا هذا الأسطول وجب على المغرب أن يقوم بتحديثه طبعا وتخفيض كلفته نظرا لارتفاعها، وبالتالي يعني تقف عائقا أمام إنعاش أو تطور القطاع السياحي. ثم هناك عنصر ثالث وأخير يجب على الدولة أن تقوم به، أو إجراء ثالث وأخير يجب أن على الدولة أن تقوم به، وهو التوقيع على اتفاق مع منظمة السياحة الأورو متوسطية قصد فتح مقر لها بالرباط. طبعا هذا الإجراء سوف يتيح للمغرب يعني تطوير إمكانيته على المستوى أو تطوير إمكانيته فيما يخص قطاع السياحة. إذن هذا كل ما لدينا يعني بخصوص هذا الدرس. إذن خاتمة أو ننهي حصتنا أو ننهي درسنا بخاتمة التي يمكننا أن يعني نلخصها فيما يلي. أما رغم أهميته الاقتصادية، طبعا رغم الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي المغربي، إلا أنه لا زال يعاني من عدة إكراهات ومشاكل يعني يجب على الدولة يعني جاهدة من أجل تجاوزها والعمل على يعني على يعني حلها ووضع يعني حلول مناسبة لها حتى نتمكن من استقطاب يعني أعداد من السياح يعني تكون وفق طموحاتنا وتحقق مزيدا يعني مزيدا من أو وتضخ مزيدا من العملة الصعبة على بلدنا. إذن شكرا على تتبعكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
لا شك أولي الأبنائي أنكم تعرفتم على أن هذا القطاع طبعاً يشكل إحدى اللبنات الأساسية للاقتصاد المغربي طبعاً، ولذلك وجب علينا أن نحافظ عليه من خلال يعني كل حسب قدراته وإمكانياته المتاحة حتى نتمكن من وصول الأهداف التي يعني تسطر لهذا القطاع وللطموحات التي تعول عليه. وختاما أشكر حسن تتبعكم أولادي وإلى درس جديد وحصة جديدة وموضوع جديد. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.